كتير حلو بيتك. شكرا. ما سألتك مجوزة ولا قاعدة لوحدك؟ كنت. تفضلي. بس هلأ لوحدي. كتير بتعجبني المرأة يلي بتكلي على حالها. يا ستي شكراً على المجاملة. لا مش مجاملة، عن جد إنه وحدة مثلك معززة مكرمة أكيد بتكون عند بيت أهلها قوة ومصاري ودليل، ورغم هيدا كملت دراستك وعم بتفكري كمان تشتغلي، عن جد برافو. بفهم منك يعني مش الحال؟ أنا وعدتك إني رح ساعدك بموضوع شغلك وبعدني عند وعدي. قصتك هيني المشكلة بقصتي أنا. ما فهمت عليكي. أنا جيت لعندك لأنه في موضوع مهم وضروري وبدي منك تساعديني فيه. أنا؟ شو الموضوع المهم والضروري؟ بخصوص شو؟ بخصوص خيك جبل. بدي منك تساعديني لحتى اشوفه. ها مبروك واخيرا خبر حاله. طول بالك بعد ما صار شيء. وشو ناطر؟ مهر البنت غالي كتير، لازم أعرف كيف جيبه. يا قرابتي هيدا كله نق نسوان، أنت عليك تطلبها من بيا. لا أنا كنت طلبتها من أمها لو قادر أوصل لبيا. أنا بحكي لك مام، المعلم غازي بيسمعني. لا المعلم غازي طلع من الانفرادة؟ من زمان جابوا له عمنا على الغرفة. شو عم تحكي؟ من أمتين ما معي خبر. شو عم كذب عليك؟ هلأ كنا عم نتروق سوا. مشان هيك بدك تساعديني؟ وأنا عم أقول لحالي ليش كل هاللطافة والمقدمات؟ ومعذبة حالك وجاية لعندي على بيتي؟ بترجيكي ما تظلميني، صدقيني ما خص هاي بهاي. أنا مأكدة إنك حدا قادر يستوعبني، بس مشكلتي إنه ما فيني أحكي. وأنا ما رح أقدر ساعدك. بلا بتقدر تساعديني. أنا كل يلي عم بطلبه إنك تخليني أشوف خيك جبل. مستحيل. تشربي شي ولا مستعجلة؟ يعطيك العافية بنتي. أهلين بقي. شو وينها أمك؟ نزلت لعن خالتي أم جبل. بدك شي بعمل لك شي؟